السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا الكرز في منام الرجل في المنام سواء كان أعزبا أو متزوج. يرمز الكرز في منام الرجل إلى شخصيته الجذابة وحسن مظهره وقدرته على جذب الجنس الآخر. الكرز في حلم الرجل دلالة على أن الحالم محط إنذار الكثير من الأشخاص، فهو مثير للإعجاب والاهتمام. يشير حلم الكرز في منام الشاب إلى النوايا الصافية والأخلاق العالية للحالم. ترمز الرؤية إلى الرزق وصيد الفرص الجيدة واكتساب خبرات جديدة تمكن الحالم من الوصول إلى أهدافه. تفسير رؤية أكل الكرز الأحمر الحلو في منام الرجل. يرمز أكل الكرز الأحمر الحلو في المنام بالنسبة للرجل إلى السعادة والأحداث المفرحة التي ستأتي للحالم في الأيام القادمة. يرمز المنام إلى النجاح والانتصار والوصول إلى الأهداف. تدل الرؤية على الصحة الجيدة والشفاء من الأمراض والتمتع بالقوة والشجاعة. يرمز شراء الكرز في منام الرجل إلى اللقاءات والاتصالات والمشاريع المفيدة والناجحة. يرمز المنام إلى تطورات إيجابية ومرحلة مهمة في حياة الحالم سيجني من خلالها الكثير من المكاسب والأرباح، سينال أعلى المراتب في عمله أو دراسته. شراء الكرز الأسود أو الأحمر يدل على الرزق والمال والبركات، شراء الكرز الأخضر يدل على التسرع أو رزقا مؤجل. أيضا يرمز الكرز في منام الرجل إلى الصدق والبساطة والوضوح والشعبية وكسب تأييد الآخرين ومحبتهم واحترامهم. أيضا دلالة على عمل الخير ومساعدة المحتاجين من فقراء وأيتام والإخلاص لهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي. كما تشير الرؤية إلى الطموح العالي والتفاني في العمل والضمير الحي. والكرز في المنام دلالة على الرزق والمال والصحة والنجاح. يرمز الكرز الأخضر إلى الهيبة والمركز المرموق والمنصب العالي، كنيل الحالم مكانة مهمة في عمله أو مركز كبير. أيضا يشير المنام إلى العمل بأخلاق عالية وإتقان وتفاني وإخلاص والحفاظ على أخلاقيات المهنة. من جهة أخرى يشير الرؤية إلى الرزق الوفير والكسب الحلال وكثرة الثروات والأموال. يرمز أيضا منام الكرز الحلو إلى سماع أخبار جيدة وسارة تسر قلب الحالم وترضى رغباته أو حدوث مفاجأة أو مرور الحالم بظروف إيجابية في الأيام المقبلة. يشير الكرز التالف في المنام إلى قرارات خاطئة يتخذها الحالم على عجلة دون رؤية وتفكير. أيضا يشير إلى التراجع في الأحوال المادية وكثرة الديون. أشجار الكرز في المنام تشير إلى القوة والحماية والتحصين ووجود الدعم والمساندة في منام الرجل. أيضا تشير إلى التجديد والغنى والتفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة. كما أن قطف الكرز الأحمر والناضج للرجل يشير إلى الفرج القريب والحصول على الأمنيات بعد تعب وصبر وعناء. ترمز حبات الكرز في منام الرجل إلى إنجاب الذرية الصالحة أو دلالة على المال والرزق وتيسير الأمور بشكل إيجابي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.